مساء الخير، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده. وبوضوح النهارده عندنا حلقه مختلفه جدا، هنتكلم فيها عن العلاقه بين الجمال والفن والصداقه، وايه شكل وطبيعه العلاقه بين الفنانه ودكتوره التجميل، خصوصا لما يكونوا اصدقاء، وهل فعلا في ارتباط بين الجمال والفن؟ وكمان هنعرف هل الجمال اساسي في الفن ولا الموهبه ممكن تكون متجاوزه مراحل الجمال. هنسال كمان ليه بعض السيدات بقى عندهم هوس بفكرة الجمال والتجميل، وهل ده أمر معتاد في مجتمعاتنا ولا ده موضوع مستحدث، وهل الجمال هو جمال الشكل ولا جمال الروح والطباع. النهاردة هنسأل عن مفهوم الجمال في مجتمعنا، والناس بتشوفنا وبيفكروا الجمال والتجميل يعني إيه، وإزاي الشكل الجميل أصبح مطلب حقيقي في حياتنا للزواج والعمل. كمان هي كمان الحدود الفاصلة بين المقبول وغير المنطقي، دي كلها أسئلة هطرحها على ضيوفي اللي مشرفيني، اللي هم اساسا اصدقاء جمع بينهم الفن والجمال، وهم النجمه الكبيره اللي مشرفاني النهارده الهام شاهين. اهلا بيكي يا مدام الهام. اهلا بيكي. والاستاذه الدكتوره جيهان عبد القادر، الخبيره الدوليه في الامراض الجلديه والليزر، وهي كمان الرئيس التنفيذي للاكاديميه الامريكيه لجراحه التجميل في دبي، واللي بتظهر معانا لاول مره في زياره قصيره جدا لمصر. اهلا بيكي دكتوره جيهان. اهلا دكتوره عمرو، شرفتونا مرسيح. ونورتونا. شكرا. وانا سعيد ان يعني الصداقه اللي بينكم امتدت رغم ان كل واحده فيكم ليها مجال مختلف عن الاخر. بيكملوا بعض. طب الصداقه جت ازاي؟ يعني لما يكون الفنانه صديقه لاستاذه متخصصه وكمان ليها باع في مجال التجميل. شوف، مستشفى الدكتوره جيهان مشهوره جدا في الامارات، وانا بروح الامارات كتير، انا بحب الامارات جدا. فطبعا فكرت اذا دي اكبر مستشفى وكنت سمع عنها، وحبيت ان انا اروح اقابلها. من اول لقاء ما بقتش الحكايه دكتوره وبيشنت عندها، يعني حد كليك. مريضه يعني كليك سريع كليك سريع وقلبت الحكايه بصداقه كبيره جدا جدا، بقى اساسي. يعني انا لو ما تكون الدكتوره جيهان مش موجوده في الامارات وانا عندي حاجه هناك ما اروحش. هي عارفه صح؟ هذا الكلام صحيح حقيقي. لا خليني اقول لك، يمكن هي ما كانت تعرفني بس انا اعرفها واعرف نجوميتها واعرف تاريخها الجميل، وهي عارفه هذا الشيء. وانا جدا اشكر حضورها اليوم، وهي فاجاتني فيه وحضرتك فاجاتني فيه، واحب اشكرك انه يمكن انا لي ظهور ونشاطات اعلاميه كثيره في منطقتي في الخليج، بس الدعوة الكريمة من حضرتك ومشاركة الصديقة الفنانة إلهام اليوم بالعكس أعطاني الفرصة أني يعني يكون لي ظهور مع شعب أحنا نعشق الشعب المصري، وإني أنا أخاطبهم مباشرة على شاشتكم. فأنا بشكرك. أنت نورتينا في مصر دكتورة جيهان. بشكرها، وهي دعمتني. أنا كنت خايفة، قالت لي لا أنا حكون معك. دي حبيبتنا. وبعدين هو أنا مش الصديقة الوحيدة. 90% من أهل الفن في مصر أصدقاء وصديقات للدكتورة. طب قولي إلهام، ميزة إنك كفنانة كوني صديقة لدكتورة زي دكتورة جيهان؟ طبعا. ده ميزة ولا طبعًا ممكن تخليكي أكتر حساسية في موضوع الجمال؟ بالعكس، هي بتساعدني. إزاي؟ طبعا يعني انا بروح لها بلجأ لها. الحقيني انا داخله تصوير، حاسه ان وشي شكله تعبان، محتاج فيتامينات، عايزه اعمل بوتوكس، عايزه اعمل رقبتي. مش لسه عاملين احنا نفرتيتي؟ عندها حاجه جميله للرقبه عشان مسميها نفرتيتي على اسم الملكه الفرعونيه. الدكتوره جيهان بتحب التاريخ الفرعوني جدا جدا. نفرتيتي؟ احكي له نيفرتيتي. شوف، هم يعني انا مش مهيئه نفسي اني انا اتكلم في التفاصيل هذه، بس طالما هي انا بقول على فكره هي فاجئتني. هي فاجئتني يعني انا بلجأ لها اقول لها اعملي الحاجات دي. طبعا كلنا بنعمل الحاجات دي، كلنا، مفيش استثناء. مفيش استثناء. لا دكتورة، فنانه وغير فنانه، مفيش امراه دلوقتي ما بتعملش هذه الحاجات اللي هي الرتوش، التصليحات البسيطه. في ناس بتبقى محتاجه بقى في مراحل معينه او عندهم ديفوهات اكبر تبقى محتاجه عمليات، دي مرحله مختلفه. لكن مع الدكتوره جيهان انا يعني لسه ما فيش عمليات عندها، ما شاء الله. لكن
عملت نيفرتيتي لان هي بتواليني اول باول. طبعا عملت نيفرتيتي دي. ايه نيفرتيتي دكتوره كلمينا؟ هي قبل كل شيء قبل ما ندخل في نيفرتيتي هو اسم ليس علمي، بالعكس هو اسم مطلق لتقنيه تشبها بالفرعونيه نيفرتيتي، لان كان عندها خط للفك مميز. اجمل رقبه. اجمل رقبه طبعا. بس هو في الحقيقة للشاشة متطلبات معينة بالنسبة للفنان، وخاصة الفنانين اللي من خلال أنه تعاملي معهم شفت أنهم يدخلوا في تصوير وإضاءة ومكياج لفترات طويلة، فشيء طبيعي أنه البشرة تتعب. البشرة تتعب، ممكن يصير فيها تصبغات، ممكن المسامات تفتح، ممكن يعني أحيانا يصير فيها خطوط لما ينقص وزنهم بعد فترة من التصوير. الشاشة بتحب خط الفك، بتحب انه الرقبة تكون مشدودة شوي، فمع التعب والإضاءة نعمل نفرتيتي عشان تشد الرقبة، لأن هي على الرقبة مش لتعريض الفك، لأنه في ناس تلخبط بين الاثنين. هي ليست عملية وليست تقنية كبيرة، هي بس مجرد حقن للبوتوكس، هو بوتوكس ومخفف بطريقة. ايه البوتوكس اللي هو ايه؟ البوتوكس هو عبارة عن مادة، يمكن هو كلمة سمية كلمة مخيفة، بس هي سمية طبيعية غير مؤذية. تخفف طبعا مستخلصة من بكتيريا، تخفف بطريقة معينة وتحقن في الجبهة عادة لإزالة بعض التجاعيد، الخطوط العرضية. هذه مفروض وظيفتها. نفرتيتي هي تقنية نوعا ما حديثة ونوعا ما غير معتمدة في اسمها، يعني هي في ناس يشتغلوا فيها على البلاتيزما ماسل عشان الشد العضلة، اللي أنا أعمله حتى مش على العضل، يعني أنا بعمل على الجلد عشان الجلد يظهر بطريقة أنه الفك يظهر بطريقة حلوة والرقبة تظهر بطريقة حلوة. فقلت لك للشاشة متطلبات معينة للفنان، واللي أنا أعمله معهم مش تغيير، مش عمليات، عشان مش أنه أنا أدافع أو شيء، لا بالعكس أنا في منتهى الأمانة. عمليات دي مرحلة هتيجي يا جيجي، دي على فكرة مش حاجة عيب خالص، يعني في ناس متصالحة على فكرة، يعني هي صريحة يعني. وليه أحرج؟ أنا لما هعمل عملية التجميل هقول أنا عملت عملية تجميل، يمكن أنا مأجلة لأنه أنا رحت واستشرت الدكتورة جيهان، جابت لي كونسلت ودكاترة عندها في المستشفى، بس يعني نصحوني ان انا لما ينقص وزني للمرحلة اللي انا عايزاها زي ما بتمنى فعلا، يعني نقص وزني شوية وبعدين لا لسه في شوية كمان، ممكن بعد كده اعمل عملية تجميل. وهقول في ايه؟ في ايه يعني؟ انا مش شايفة يعني انه ده حاجة عيب ابدا. عملية تجميل زي ايه يعني؟ هتعمل ايه مثلا؟ يعني ايه اللي شايفاه عندك محتاج تجميل؟ خلاص يعني السن لازم الوش شوية يتشد، لازم مثلا في عندي فوق العين شوية الجفن عايز يتشد، يعني في طبعا حاجات بتعد لمستقبل قد تحتاج في يوم من الأيام، هي مش هتعمل دلوقتي. بس قريب يا جيجي، يعني ممكن بعد سنة، بعد اتنين، بعد تلاتة، أنا قصدي مش المستقبل البعيد قوي، لكن طبعا ممكن أعمل. وأنا مش شايفة إن فيها حاجة عيب أبدا إن الواحد يقول، مش الفنانات بس اللي بيعملوا عشان الشاشه دلوقتي، التجميل النساء كلهم والرجال، الرجال بيعملوا طبعاً عمليات زيهم زي النساء طبعا. احنا كنا هنتكلم لسه كمان معاه في الرجال، لكن الحقيقه انا عايز ارجع للصداقه اللي بينكم. نفرتيتي هي بدايه العلاقه ولا قبل نفرتيتي؟ اول حاجه عملناها نفرتيتي. دي بدايه الصداقه، وتلاشت الطبيبه وتحولت الى صديق. بالظبط كده. ساعات بقى تشوفيها تقولي لها الهام احنا محتاجين نعمل بوتوكس، الهام احنا ولا يمكن خالص، وهي عارفه ما تقولكيش. انا اللي بقول لها، بفضل ازن عليها، لا انا عايزه كذا، لا انا حاسه وشي تعبان، لا لازم نعمل كذا. اوقات بتوافقني واوقات تقولي مش محتاجه، يعني مثلا ممكن اقول انا عايزه اعمل كذا حاجه فتقولي انت مش محتاجه غير حاجه واحده. زي ايه مثلا؟ بتفكري في ازاي مثلا لما تروحي تعمل لك؟ يعني مثلا في حاجه اسمها فامباير، انت انا هقول الاسم وانت تشرحي. فامباير ده مصاص الدماء. ده مصاص الدماء. بتعملي فامباير؟ فمثلا ممكن اعمله مره، اجي تاني اقول لها بلازمة. اعمله تاني فتقول لي لا بلاش تعمليه مثلا مره تانيه دلوقتي، بشرتك كويسه مش محتاجه مثلا. انا بلاقي حاجه حلوه ببقى عايزه كل ما اشوفها اقول لها طب تعالي نعمل على حاجه. على فكره لما عملنا فامباير صورت نفسها، قلت لها ليه صورتي؟ قالت لي هحطها على اليوتيوب في مهنة. قلت لها ولا يمكن، انا مش حرضة
انه انت تحطيها فكره مساحتها. لا اشرحي لنا بقى فامباير اكثر من كده عشان ناو الفامباير اجين هو كاسم اسم مش علمي، هو اسم لانه التقنيه يتم فيها شويه يعني هو يستخلص دم الانسان ويفصل البلازما عن الكريات الحمر، فناخذ البلازما الغنيه في البروتين من جسم الانسان وبعد تصفيتها ببيئة خاصة فيها لازم يكون فيها شروط معينة إنه الإنسان ما يكون مريض، ما يكون فيه عنده أمراض، ما في فقر دم، ما في أمراض أخرى، وتكون البيئة أيضا بيئة الفصل لها شروط اللي هي في النظافة والتعقيم. ناخذ البروتين الغني البلازما الغني في البروتين ونرجع نحقنها في البشرة مرة ثانية، ممكن بالشعر ممكن بالبشرة. اللي حصل معها انه احنا حقنا في البشره ليه؟ في البشره من اجل تجديد إيه لما تحكم في البشره تجديد بريق البشره تجديد دمويه الخلايا تجديد الخلايا يعني بعد التصوير للبشرة. تتعب فعلا تتعب يعني تجيني تعبانه انا ده مثلا من اجمل الحاجات يعني انا بحب الحاجات اللي هي ناتشرال. انا مش يعني حتى لو في يوم من الايام عملت عمليات مش عايزه اغير شكل وشي، لكن عايز يبان مرتاح، ما يبقاش شكله قبيح، ما بقاش فيه رقبه واقعه، يعني الحاجات البسيطه اللي ممكن تصلح. اللي احنا بنعمله دلوقتي ده ياخر ان الواحد يعمل عمليات. يعني الحاجات البسيطه اللي هي كلها بالحقن في الوش دي حاجات تخلي الواحد بس دي مش حاجات مؤقته يا الهام، يعني دي حاجات تبقى لفتره بسيطه. يعني فامباير ده يدي دمويه للوجه فتره قد ايه مثلا دكتوره؟ يعني ممكن سنة سنتين لا أقل، أقل بكثير طبعا بالأشهر ممكن شهرين ثلاثة، لذلك الناس تعيدها بعد فترة وفي ناس تسوي فترة أقل أيضا كل شهر، في ناس تعملها للشعر كل شهر، كل شهر إيه أكيد، بس للبشرة يمكن للشعر ليه بقى للشعر ليه؟ هو دراسات العلمية جدا محدودة بس يعمل نوعا ما إذا ما في مشاكل. يعني في سيدات كتير شعرهم بيقع، هل ده بيبقى علاج لسقوط الشعر؟ الموضوع هنا احنا بدنا شوي نتوسع فيه أكثر، لأنه في ناس عشان ما تعتقد أنه هو الحل الجذري إذا ما في مثلا فقر دم، ما في مشاكل الغدة الدرقية، ما في أمراض أخرى. أحيانا بعيد الشر أنه ممكن يكون الإنسان طاح شعره نتيجة العلاج بالكيموثيرابي من أمراض السرطان. أي. هنا بدنا ننظر للموضوع، نستنى فترة يعني نتأكد من الحالة الصحية المسببة لتسقطات الشعر. لكن لو كل العناصر دي حضرتك متوفرة ممكن يكون مساعد في الكثافة. نعم في كثافة الشعر. الشعر ومن ثم في الكثافة. أنا عايز أعمله ده بقى خلاص. انا ما عملتش لازم في لازم تجي دبي المره الجايه بخبش معاك. انا شعري خف قوي بصراحه. احنا عاملين كده يعني ويلكم كده ليكي بسيط عباره عن تقرير عنك نشوف يعني. الدكتورة جيهان عبد القادر من مواليد العراق، فهي الابنة الكبرى للروائي الشهير عبد الإله عبد القادر. حصلت على تعليمها الأساسي بالإمارات وتربت بين أبويها في جو مليء بالثقافة والأدب والفنون، ولذا كان حلمها الصحافة متأثرة بوالدها، إلا أنها حققت حلم والدتها والتحقت بكلية دبي الطبية. حصلت على بكالوريوس الطب والجراحة في مستشفيات الدولة وحصلت على عدة شهادات في الأمراض الجلدية، ثم اتجهت إلى طب التجميل وسافرت إلى أمريكا لتحصل على شهاداتها من جامعة نورث ويسترن. ورغم أنها أم لثلاثة أبناء وزوجة لرجل الأعمال زهير اسكندر، إلا أنها متفوقة علميا وعمليا، حيث حصلت الدكتورة جيهان عبد القادر على جوائز كثيرة منها الاعتمادية الدولية مرتين 2009 و2013، كما نالت جائزة المرأة الإماراتية في القيادة لعام 2012 وجائزة فرسان الجودة في الأيزو لعام 2014، بالإضافة إلى شهادات تكريم من قبل الهيئات الصحية في دولة الإمارات، وكذلك كرمتها وزارة شؤون الرئاسة تقديراً لجهودها في هذا المجال. زي القمر وانت صغيرة. صور جميلة. يعني ما شاء الله هي طبعا شيء مشرف وتاريخ شيء للمرأة العربية. احنا كمان بنحتفل بالمرأة، يوم المرأة في العالم ويوم المرأة المصرية يمكن خلال يومين كمان، فشيء مشرف ان يكون المرأة ليها مكانة دي. والحقيقة انت خدتي مكانة كبيرة جدا بره مصر في مجال الجلدية. لكن الحقيقة الكلام اللي الهام قالته النهاردة عن علاقة برضو الفنان
بطبيب التجميل؟ انا عايز ارجع لها لان الحقيقه هي علاقه، اسالك نفس السؤال اللي سالته لها بس بالعكس، هل دي ميزه لما تكون انت صديقه لفنانين؟ وانا عارف انت صديقه الالهام وصديقه الفنانين يعني كتار، وان كانت الهام اكثر صراحه انها كمان تقول ان الصداقه دي بدات بتجميل وانتهت بصداقه. بلا شك انها ميزه، وميزه جميله جدا. اعتقد انه في علاقه خاصه ما بين اطباء التجميل، لانه يقع تصنيف طب التجميل تحت الفن التشكيلي نوعا ما في بعض التقاسيم العالميه. فتلاقي معظم الاطباء لهم لمسات فنيه ولهم هاجس فني. بالاضافه الى شيء طبيعي ايضا انه الفنان ممكن، خاصة نتكلم على نجوم الفن المميزين زي إلهام ويعني الناس اللي إحنا نحبهم. مين تاني أصحابك في مصر من الفنانين؟ كثير الصراحة، عندي أصحاب كثير، يسرى صديقتي كثير، حبيبتي واللي حلتقي فيها بعد شوي، وغاليتي بوسي شلبي من الإعلاميات اللي أنا كثير بحبهم، وعندي علاقة وهي صديقة مشتركة بيني وبين إلهام. فأنا فعلا عندي أصدقاء أكثر وبحبهم، يمكن غابوا عن مخي حاليا بس يعني. هل ده إضافة يعني؟ طبعا إضافة طبعا، يعني بتضيف لهم حاجة ممكن تقولي لها إضافة بالنسبة لي. يا يسرى مثلا عايز أقولك إن في حاجات عايزين نعملها، يا إلهام زي ما قلتي ساعات انت بتكوني مانعة للفكرة حتى بتقولي لا. انا بتابع الشاشة وبتابع الاعمال الفنية، ممكن اتابعها كقصة، هذا موضوع، واتابعها كوجه. بس تأكد اني نادرا ما اتصل او اشوف حد واقول له انه انت بحاجة الى كذا او بحاجة الى كذا، لانه الشغل على وجه الفنان اذا حصل تغيير صغير كارثة بالنسبة للفانز، يعني المتابعين والجمهور لما يحسوا انه هذا الفنان تغير شكله، حتى احيانا لما يكون ايجابي ممكن الدكتور يروح بيزعلوا مني او شيء. فانا حريصة اني ما اتدخل في هذا الشيء، الا اذا قالت لي لا البشرة تعبانة، في خطوط، انا تعبانة، انا مرهقة، انا ممكن اعمل هذا الشيء. بس اني انا اتدخل، لكن انت حصل انت دكتوره جيهان ما تبادريش تقولي لها لا انت لازم تعملي كذا لا كذا. خالص ما اذكر اني ولا أنا مره ولا مره. انت محتاجه دايما تقولي حليانه شكلك زي القمر، هي دايما ترفع الروح المعنويه. امتى الفنان يا الهام يلجا لدكتور تجميل في تقديرك؟ يعني لما يبتدي يحس بالسن طبيعي، ولا لما يكون داخل يعمل دور معين مثلا او شخصيه معينه. يعني هقول لك مثلا حاجه، انا دلوقتي بعمل شخصيه انا مش عايزه ابقى فيها شكلي صغير. انت بتعملي يعني زهره في الحلميه دلوقتي؟ زهره ده الجزء السادس، زهره كبرت يعني خلاص، طلع في الحلميه كبيره في الخمسينات، خمسينات يعني، هي الجزء الاخير كانت في الاربعينات اللي هو كان من زمان، خلص سنه 95 واحنا نطينا 10 سنين وبنبتدي في 2005. فالمفروض ان زهره دلوقتي في الخمسينات، فانا مش محتاجه ان انا اطلع شكلي صغير يعني. فانا برضو بفكر حسب الدور. انا بالذات انا مفكرش في الهام كتير، الهام كالهام ما بتعنينيش قوي، بس فعلا انا بفكر في الدور. لو دور محتاج ان انا لازم اطلع جميله وست مثلا بتحب، تعرف ست لما تبقى بتحب تبقى عايزه تبقى في احلى صوره عشان في قصه حب مثلا، لو بعمل قصه رومانسيه يعني، لو بعمل نصف ربيع الاخر لازم اكون كل حاجه فيا مثلا متظبطه. لما اعمل ليالي الحلميه دلوقتي لا، يعني انا مثلا ممكن يبقى في خطوط دلوقتي في القرى ودي بحقنة بوتوكس صغيرة تروح، لا أنا عايزاها، أنا محتاجاها، لأن أنا المفروض أبقى في سن معين مثلا أنا في الخمسين، فلا لازم يبقى فيه خطوط في الوش، فأسيب وشي يبقى بالتعب بطبيعته بسنه بكل الحاجات. فبرضو المسألة اللي بتتحكم فيها هي الأدوار. بعدين لما بعمل برضو حتى لو ست أصغر في السن، لكن مثلا فقيره غلبانه مطحونه ما عايشه في عشوائيات شايله هم العيال بتعمل، ما اهتمش برده ان انا اظبط وشي. لما تبقى ست عندها امكانيات، لان برده التجميل ده محتاج امكانيات، امكانيات ماديه، لازم اكون لازم اكون يعني احط نفسي مكان الشخصيه دي معاها امكانيات، هتعمل وهتظبط وشها وهتظبط شعرها وهتظبط كل حاجه ولبسها وشكلها ومظهرها. فانا اللي بتحكم فيا مش الهام شاهين عايزه تكون ازاي، لكن الدور ده عايز يكون ازاي، هو ده اللي بيتحكم. بس على فكره فيه. الهام انت بتفكري بطريقه كثير مهنيه.
أنا بمر علي مجموعة بعض الفنانات تنظر لنفسها كالفنانة هي نفسها، ولما يجي الدور ولازم هي تكون بشكل معين تلجأ للمكياج عشان مثلا ممكن يسوي لها الخطوط، يسوي لها التجاعيد لو اضطر الدور أنها تكون بسن أكبر. بس هي في الحقيقة في الأيام العادية في الواقع هي تهتم، عايزة تكون على طول حلوة وشكلها أصغر، هي كفنانة كنجمة تكون أصغر وأحلى وفيها بريق وفيها لمعان. فقط في الأدوار المكياج هو اللي حيسوي. هو ممكن تكون وجهة نظرها صح، صح، ما الفنان لازم يظهر في مظهر جميل والناس دايما منتظرة تشوفه شكله مشرق وشكله جميل. بس يمكن أنا مش بهتم الاهتمام الكفاية فعلا بإلهام، يعني في أوقات كتير تلاقيني خارجة مثلا في مناسبات وممكن أكون مش حاطة مكياج خالص. آه صحيح. فلا هو الفنانة بس في فنانين تانيين عندهم شوية فكرة الشكل زي ما دكتورة جيهان بتقول إنه لازم الشكل يبقى كويس قوي أيا كان الدور، يعني فقيرة غنية حتى لو شكلها اتغير أو شكله اتغير على صحتها كويس. يعني ساعات هقول لك بنلاحظ إن في بعض الفنانين الموجودين على الساحة بنلاقي نقول شكلهم اتغيروا. وعلى فكرة سنهم مش كبير، يعني ممكن يكونوا في أوائل الأربعينات لكن نحس إن شكلهم كمان اتغير شوية ونقول ده عامل إيه في نفسه، لا ده باين إنه عامل أو باين كلمة باين إنه عامل، دي هل دي ميزة ولا عيب لفنان؟ هو المفروض ما يبانش، يعني هو الجمال التجميل الصح إنه ما يبانش، زي ما جمال التمثيل الصح إنك ما تحسش إن أنا بمثل. فالتجميل الصح إنك ما تحسش إن فلان ده عامل، يعني إن دي ملامحه الطبيعية بس شكلها حلو ومرتاح، لكن مش حاجة فيك، يعني مش حاجة مصنوعة استناعية. أنا ضد ده الحقيقة، في بعض الناس بتعمل حاجات تبقى شكلها مصنوع ما بكونش سعيدة بيهم وبيأثر عليهم في أدوارهم. يعني في فنانين اتأثروا، يعني لما يجي مخرج مثلا يعمل كاستنج ويترشح اسم مثلا فلان أو فلانة ممكن يخاف منه يقول له لا ده لعب في وشه، ده شكله اتغير، دي حواجبها بقت شريره، دي مش عارفه خدودها بقت منفوخه، او توصيل ازاي الرساله ازاي تبقى عامله مثلا ست بسيطه وعاديه، لا دلوقتي دي ما تنفعش تعمل واحده من الحاره المصريه. فصدقني بيأثر جدا، يعني تغيير الملامح بالشكل اللي هو فنان عايز الجمال وبس طول الوقت ده بيأثر عليه. الحاجات اللي انت عملتيها مع الدكتوره جيهان كتجميل، هل كنت بتطلبي منها حاجات في حدود معينه ما تاثرش على شكلك؟ ما تغيرش الملامح، يعني اللي حكيت لك عليه الفامباير اللي هو البلازما والحق ده كاني انا واخده فيتامينات كتير. يعني واخده فيتامينات او حتى كريم في فيتامينات. عملت بوتوكس مثلا عملت بوتوكس. البوتوكس كل اللي بيعمله انه التكشيره ما تبقاش عميقه قوي. يعني حتى لما نعمل بوتوكس نقول في حدود، لكن ما يلغيش، ما يخليش ان القورة تبقى مفرودة تماما، ان الجبهة تبقى مفرودة قوي، لانه الفنان لازم يعبر. يعني لو واحدة مش فنانة وتعمل ده وتبقى يعني القورة تماما مشدودة اتس اوكي، بس فنانة لا، فنانة بتستخدم وشها وعايزة تعبر، والا لو الوش اتشد والقورة اتشدت هتبقى بلاستيك وهتضيع ادوار وده ضيع ناس. يعني يمكن بعض الناس خلوا بالهم من الفترة اللي فاتت في بعض فنانيننا الكبار اللي احنا بنقدرهم جدا الحقيقة دكتور جيهان، لكن الحقيقه ظهر على وشهم ملامح اصبح الوجه مشدود كله بشكل اصبح لا يعرف زي ما الهام بتقول لا يعرف يضحك ولا يعرف حتى يعيط، يعني تحس ان في جذب شديد. انت كطبيبه امتى بتقولي لا انا مش هعمل ده حتى لو انت عايز ده؟ لا قصدك في حاله الفنان ولا في اي في حاله شخص الفنان ثاني؟ لا الفنان ده فنان. تحت الاضاءه اصل عادي ما حدش واخد باله منه، لكن ده بيطلع في التلفزيون في السينما ليل نهار. لا ولازم يعبر، لازم يعبر بالظبط. الفنان مسؤوليه اكثر لانه فعلا حيرجع وراح يقول لك انه انا الرساله مش واصله للجمهور وانا مو عارفه فعلا اعبر عن الموضوع مثل ما تفضلت فيه. احنا نقول هذا الكلام بس احيانا ما يعني مش انه تصير انه جرعه مثلا قصدك البوتوكس او قصدك عمليات، يعني عاده هي بالانجكتبلز بسن معين وتصل الى عمليات في سن اخر. في عمليات تمت بطريقه متقنه لبعض الفنانين الكبار انا اشوفها بطريقه جميله الصراحه، في عمليات تمت بطريقه مبالغه انه اصبحوا مو قادرين يتكلمون، انا بعد اشوفها فعلا كلامك صحيح. المسألة ما فيها أنه أنا ما فيها وعود، يعني ما يقدر الطبيب أنه يوعد ولكن يقدر أنه يتحكم في العملية أنها تكون مبسطة أنه ما يبالغ فيها، وإذا أجريت تجرى على مراحل
يعني بدل ما تجرى مرة واحدة وإنه خايف من الشد اللي أكثر من اللزوم. أنا شخصياً شخص ضد إنه الفنانين يعملوا شد للوجه بطريقة مبالغ فيها، لأنه حيأثر على عمله، حيأثر على إطلاق الرسالة، حيأثر على جمهوره، لأنه هو متابع بحلقات حياته كلها، وفي نفس الوقت بشكل يظهر مش حلو بالنسبة للجمهور، هو مش حيظهر أصغر بقد ما رح يظهر يمكن أبشع، صح؟ يعني انه شكله فيك بين انه عامل حاجه صناعي. ده اوحش شيء، مو قادر يعبر عن الـ الـ لكن انت قلت لي حاجه مهمه، ان مفيش فنان يقدر يستغنى النهارده عن عمليات التجميل. مش العمليات قصدي، لا حجره العمليات، مش غرفه عمليات، قصدي التجميل عن دكتور التجميل. طبعا بنسبه كام في الميه؟ لا بنسبه 100% في مصر، واللي يقول لك غير كده كذاب. اي فنان او فنانه يقول لك انا ما روحتش لدكتور تجميل، مش لازم يكونوا عملوا عمليات، لكن الحاجات الانجكشن دي حتى الرجاله كمان. طبعا حتى الرجاله طبعا 100%، يعني الرجاله يمكن 90%، قليل قوي اللي ما عملش حاجه. طيب بس دي حاجات عاديه، هي مش بتغير حاجه. يعني مثلا ممكن حقن فيتامينات، في حقن دلوقتي فيتامين بس، يعني انا مثلا مهمله ما احطش كل يوم كريم بالليل وانا نايمه ومش عارفه ايه، مع الوقت مع المكياج والاضاءه البشره بدات تنشف، البشره شكلها تعبان، محتاجه فيتامينات. دي حاجات عاديه، يعني زي ما باخد فيتامينات ليا لصحتي، في حاجات للوش لازم تتعمل، دي بقت اساسيات. قبل ما اطلع فاصل هسالك سؤال، ومش عايزك تقولي اسماء اذا حبيتي تجاوبي على السؤال. ايه الفنان او الفنانه اللي طلب منك حاجه لقيتي ان هي مستحيل تعمليها في مجال التجميل لانها ممكن تضره، فقلتي لا؟ فيس ليفت. فيس ليفت شد الوجه. حد طلب منك فيس ليفت اللي هو شد الوجه؟ الفيس ليفت له متطلبات معينه، يعني بدك مشكله حقيقيه عشان تعمل الفيس ليفت. لو في ناس انعمل فيس ليفت، بس في ناس انا يمكن كنت ضد هذا، انه مسؤوليه للشخص هذا، يعني هو صعب التعميم لانه لكل حاله في خصوصيه معينه، لكل حالة في مشكلة معينة. تاني مع المطربات مثلا، لأنه ما بيستخدموش وشهم في التعبير، تاخدي راحتك معاهم أكتر من الممثلات. الممثلات محتاجة وشها تعبر بيه، المطربة لا، يعني هتقف على المسرح وتغني يمكن ما تحتاجش قوي تعبير الوش. دكتور عمرو، هي مسألة خصوصية جدا، ما لها علاقة بالفنان أو المطرب أو المدرس أو الدكتور. في دكاترة من الزملاء عملوا عمليات تجميل أكثر من أي فنان آخر، رجال، وفي دكتورات. شفت بقى ليش تضحك؟ هذه حقيقة. مستغرب أن الفنانين الرجال يعملوا، بتقولك في دكاترة هم بيعملوا. أنا حصل حديث بيني وبين زميل دكتور من فترة بسيطة، من شهر تقريبا، يقول لي أنا، يعني هو شاب أربعيني، يقول لي أنا أخاف أنه يجي يوم أصبح الصبح وأنظر إلى نفسي في الم وأشوف نفسي مش هو الشكل وسيم وجميل، أخاف أني أنا أشوف نفسي فيه تجاعيد وفيه ترهلات، فأنا بين فترة وفترة أعمل وبعمل بوتوكس وبعمل فيلرز تجنباً أني أنا أصل. البوتوكس والفيلرز دكتورة ملهوش أي سايد إفكت، ملهوش أي ضرر؟ إذا عملت بطريقة صح ومواد أصلية وغير مقلدة ما عليه أي مشكلة. مش مضروبة بقى ولا صيني ولا الحاجات دي، وفي كمان مضروبة في الحاجات طبعاً دي بتبقى كارثة. إذا في احتراف والمضروبة تأثيرها يبقى إيه؟ تعمل إيه؟ تشوهات طبعا. طيب خلينا نطلع لفاصل ونرجع نواصل حوارنا مع أصدقاء الفن والجمال الدكتورة جيهان عبد القادر والفنانة إلهام شاهين بعد الفاصل. الجمال هو تلك القيمة المرتبطة بالعاطفة والشعور الإيجابي والسعادة أيضا، وليس لها وحدة قياس، كل يراها بشكل مختلف. فماذا يعني الجمال لكل من الرجل والمرأة؟ جمال هي جمال الروح، ان الانسان يكون من جواه انسان نظيف، يحب الخير للناس، يحب الناس كلها. الجمال ده لازم يكون من الانسان نفسه، من الحياة نفسها اللي احنا عايشينها، لازم يكون نابع من جوانا نفسه، من جو الشخص نفسه. من منا لا يحب الجمال ولا يتمنى أن يكون بنظر غيره جميل، فكلنا نبحث عنه بمظهرنا وأرواحنا، فلماذا قد يلجأ البعض إلى عمليات التجميل؟ يلجأ للعملية
في حادثه، امال حاجه غير كده؟ وجمال جمال الروح، جمال الطبيعه. عمليات التجميل لو كان غرضها انه في حاجه وحشه قوي في الوش او باينه زي تجاعيد او مشكله فاحنا بنعالجها، فهي نوع من العلاج حاجه. ولما تكون البنت شايفه فيه نموذج جمال اوروبي هي عاوزه تحاكيه وعاوزه تكون شبهه، دي حاجه ثانيه. بتهيألي ان هي مفيش مش راضيه عن شكلها. يا بس لو كان في عيب خلقي مثلا عمل حادثه وجاله تشوهات، في ظروف تحتم على الانسان هو فعلا يلجأ لعمليه التجميل. يعني واحد مر بحريق، بعد الشر على كل الناس، يعني واحد مر بحريق وتشوه، لا هنا لازم نعمل عمليه تجميل فعلا. الانسان اللي مش واثق في نفسه او شايف ان المجتمع بيبص له نظره استحقار عشان هو مش كويس او عشان هو مش جميل او عشان هو مثلا بدون شعر، فبيلجأ ان هو بيعمل عمليه تجميل بعد كده، هي بتبقى نظره موضوعيه لعدم الثقه في النفس وعدم احساس الانسان بالاجتماعيه والدنيويه اللي هو عايش فيها. تجرى عمليات التجميل لاستعاده التناسق والتوازن لجزء من اجزاء الجسم عن طريق استعاده مقاييس الجمال المناسبه لهذا الجزء. فما المخاوف التي يراها البعض من هذه العمليات؟ اي حاجه ربنا خلقها طبيعيه بتبقى كويس، لكن اي حاجه بتخش فيها الجراحه مع الوقت اكيد برضو بيبقى ليها اضرار ثانيه، وطبيعه البشره بتختلف ومنظرك بيختلف وبيبقى سبحان الله شكله غريب جدا. انا مثلا عندي صلع طرد عليه، في ناس قالت لي اعمل كذا 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 كذا، انا معترض عليه لان دي مش هيقلل ولا هزود من واحد. بين من يلجا الى تلك الجراحه الدقيقه التي تغير من شكل الانسان مضطرا، ومن يلجا اليها رفاهيه، يبقى الجمال هو السر الكامن وراء تلك الجراحه. اسماء خليفه، برنامج بوضوح مع الدكتور عمرو الليثي، قناة الحياة. ورجعنا تاني وعلاقة الفن بالجمال، وصديقتين الفنانة إلهام شاهين والدكتورة جان عبد القادر جمعهم في البداية علاقة التجميل وانتهت العلاقة بالصداقة. ودايما أي حد في حياته دايما لما يتحول الطبيب إلى صديق بيكون أهم بكثير حتى من الطبيب، مظبوط؟ أكيد. أحلى حاجة الصداقة. الصداقة دي شيء جميل جميل. الصداقة جاية من كلمة صدق، فإحنا في صدق بينا في كل حاجة، يعني في رأيها فيا كشكل هتبقى صادقة معايا، في نصيحتها ليا ليكي رأي في أدوارها هتبقى صادقة معايا. يعني شفتيها زمان هي في زهرة طبعا في الليالي الحلمية، طبعا منتظرة منها إيه بقى في الليالي الحلمية الجزء الجديد؟ البارحة كنا نتكلم في الموضوع هذا وأكيد هي دائما تفاجئنا بأشياء جميلة وبأداء جميل. يعني أنت عارف الفنان أهم شيء يؤدي الدور، يعني أنا بشوف التفاصيل هذه في الأداء. واكيد ما لقيتيش الهام انك تعملي الحلميه؟ جيهان زمان حبت اكتر حاجه نسرة بيها الاخر اول ما تعرفت. طبعا مع الرائع دكتور يحيى الفخراني. انا لما التقينا انا حبيتك من ده من نسرة بيها الاخر. المسلسل ده لما كان بيتذاع في رمضان انا فاكر كانت الشوارع بتبقى فاضيه زيه زي الحلميه، يعني نسرة بيها الاخر من المسلسلات الناجحه جدا اللي قدمها قطاع الانتاج زمان. بجد عمل كبير. يحيى الفخراني فنان عظيم يعني بحييه لو كان شايفنا. ما لقيتيش تعملي الحلميه من غير يحيى الفخراني وصلاح السعداني والله يرحمهم ده عبد العليم؟ قلقت كنت قلقانه، وكنت في الاول يعني مش عايزه، وكنت بقول لهم نعملها باسم تاني غير ليالي الحلميه، اعملوا مسلسل بالاحداث اللي انتوا عايزينها اللي هو بتارخوا لفتره في مصر من 2005 ل 2015 من خلال الحياه الاجتماعيه والحياه السياسيه، اتس اوكي بس بلاش اسمه ليالي الحلميه. وبعدين الحقيقه اللي اقنعني وده شيء قدري غريب، اللي اقنعني ان انا اعمل ليالي الحلميه ممدوح عبد العليم الله يرحمه. بستغرب وانا بقول كلمه الله يرحمهم ان ممدوح مش موجود. ف كنت اتمنى طبعا من قلبي لو كنا كملنا، لان كان زهره وعلي البدري كانوا عاملين كابل جميل طبعا. مع بعض كانوا عاملين حاله حلوه قوي. فانا الحقيقه يعني ما اكذبش عليكم انا مفتقده جدا جوه العمل. استعدتوا ازاي بوجود ممدوح؟ كل الاحداث اتغيرت والحقيقه الكتاب تعبوا يعني قوي لانه عادوا كل الكتاب. لا مفيش علي بدري. انا رفضت. مفيش ممثل تاني هيلعب دور علي بدري. قلت لهم لو هتجيبوا حد مكان ممدوح يعمل علي البدري يبقى ببساطه هاتوا حد مكان الهام يعمل زهره، يعني خلاص تبقى الشخصيات تتغير يبقى عادي يعني. وانسحبت لان انا مش متخيله حد يجي مكان ممدوح يعمل علي البدري، مش هقدر مهما كان ممثل عظيم ولا صديق ولا مش هقدر نفسيا مش هقدر. الناس ارتبطت بيكم انتوا الاثنين مع بعض. ولذلك زهرة خلاص يعني نسيت الحياة العاطفية وانخرطت في السياسة وفي مشاكل البلد. زهرة كانت صحفية مرموقة جدا. كانت صحفية. طب سليم البدري والباشا سليمان
عدم وجودهم مش هيكون لا اتوفوا هما. اصل الجزء الاخير الخامس اللي هو احداثه خلصت سنه 95 واتعرض سنه طبعًا 95 طبعًا مش فاكره او 96 96 اتعرض 96 95 احداثه انتهت 95 95 اتعرض 95 كانوا المفروض سليم البدري وسليمان غانم عدوا ال 80 80 سنه احنا نطينا 10 سنين يعني احنا مش بادين من حيث توقف الاستاذ اسامه انور عكاشه الله يرحمه احنا بادين بعدها ب 10 سنين عشان كل حاجه اتغيرت واشكال الناس اتغيرت ومصر اتغيرت والاخلاقيات اتغيرت كل شيء اتغير في ال 10 سنين فبادين من اول 2005 ولغايه المرحله اللي احنا فيها مين يعني. بقى مين اللي معاكم من الجزء الخامس كل الناس كل الناس القدام اللي كانوا موجودين موجودين فيما عدا يحيى الفخراني وصلاح السعداني وممدوح عبد العالي مدام صفيه العمري معاكم مدام صفيه موجودة. موجوده طبعا طبعا كل الناس موجوده وهشام سليم اظن برضه وهشام سليم طبعا موجود ولوسي وحنان شوقي ومحمد متولي وكل الناس يعني كل اللي كانوا موجودين موجودين زي ما هم بلس في جيل ثالث بقى جيل جديد اولادكم بقى طبعا اولادنا كبروا كبروا في المرحله دي ففي بقى جيل جديد يعني دره مثلا معانا دره بنت مين بقى بنت سليم البدري بنت يحيى الفخراني كان اتجوز واحده في باريس في الاخر وما عرفناش عملت ايه عندها بنت وبنت كبرت مثلا سليمان غانم عنده كان ابن الشغاله ابن عايده رياض كان طفل كان بيبي كبر بيعملوا محمد عادل في مجموعه كبيره في سولي كمان كان اولاد سليم بدري في سولي انا اسفه بس ان انا سوري ان انا مش فاكره كل الاسماء سوري مش فاكره سولي لا مش فاكره الاسماء يعني بس معانا مجموعه من الشباب رائعين وفي مجموعه من شباب مسرح مصر معانا جميل لا العمل مليان مليان ممثلين 35 ممثل وممثله عدد رهيب تفتكر العمل ده يعمل نفس نجاح العمليات الحلبيه بس هي الحلبيه ولا في مخاطره ليها طعم خاص لا انا مرتاحه يعني وانا بشتغل انا مبسوطه الحقيقه مجدي ابو عميره مخرج رائع والحقيقه الكتاب مفاجئني يعني ايمن بهجت قمر وعمرو محمود ياسين عاملين شيء جميل جميل وبعدين هم محاكين الواقع ولغه العصر دلوقتي لانه العشر سنين اللي نطيناهم دول في الاحداث من 2005 ل 2015 في حياه مصر حتى مفرداتنا ولغتنا في حاجات اختلفت المزيكا واحده المزيكا واحده المصري. مش المصري والتتر واحد والتتر واحد هو طيب هو يعني هتشوفي المسلسل وهتقولي لها رايك فيه اكيد ممكن تكلمي تقولي لها المسلسل انا عايزاكي يعني مش عارفه حاسه بكذا ممكن تنتقديها ولا انتقدها في ممكن في مكياج ممكن في بس انه انتقدها في اداء او شيء صعب لانه هذا مش تخصصي يعني يمكن لا مش راح اي متفرج عادي يا جيل ناقد ممكن يقول انا مش عاجبني اداء الممثل ده او هو ما كانش حاسس كويس او ما كانش حابب الدور وهو بيعمله دي حاجات بيحسها المتفرج مش لازم يبقى متخصص خالص فممكن تنتقدي طبعا انا هستنى لا تنتقدي لا هو انا ممكن اكيد انا ممكن بس اقصد انه انا عادة ما اتدخل في الامور هذه يعني كمتفرج يمكن استمتع في عمل واتابع اذا انا حبيته واكيد اعمالها وليالي الحلميه يتخيل لي حيكون يعني كل الناس حتتفرج عليه بس انه انا في الاداء يمكن ما اتدخل ممكن اتدخل في موضوع لي دا طلق دا او تزوج ممكن يعني انه في الاحداث انه دائما المشاهد بس انه في الاداء او شيء ما اعتقد وهتعلي على شكلنا اكيد كلنا ممكن مناسب للدور لشكل الدور او في برانيط ولا لا في برانيط البرانيط عند صفيه هي اديتك هدايا صفيه العمري اديتها هدايا من برانيط ليالي الحلميه القديمه عندي هي ما كانتش تعرف انها هتكمل نازك ما كناش نعرف ان في جزء لو كانت تعرف كانت اديتك البرانيط دكتوره يمكن في التقرير شفناه احنا حابين نسال الناس عايز اسالك عن هوس التجميل يعني في النهارده حاله هوس للتجميل احنا يمكن اتكلمنا عن الفنانين باعتبارهم والمطربين وانت ما شاء الله انا عارف انت ما فيش او 90% من مطربين العالم العربي لا بس خليني وفنانينه يعني اصدقائك اصدقائي لا يعني انه انا عملت لهم لا انا لي كثير من الاصدقاء وجودي في دبي مركزي في دبي وانا عايشه في دبي دبي اصبحت ملتقى لكثير من الفنانين يعني بيجوا عوائلهم هناك بيصوروا هناك بيعيشوا هناك فصار بيني وبينهم صداقات كثيره لا تعني انه انا انا عملت لهم يعني الصداقه شيء والعمل شيء اخر يعني انا النهارده مثلا انت والهام انتوا جايين معايا ضيوف انا ما اعرفش انك عملتي الالهام بصراحه بس هي اللي فاجئتني فده يعني ده اللي بتكلم فيه دكتوره في مهرجان دبي السينمائي الاخير عملنا لها رحله كل المهرجان انت
على فكره مش حاجه عيب خالص. لا لا كل مره جالها كل لا لا لا. عملنا رحله رحله الى مركز الدكتوره جيهان. عند الدكتوره جيهان هو مش عيب الهام، بس هي حقيقه انا يعني عندي صداقات من كل المجالات، يعني من الفن ومن طرب. مجالات اخرى وكل شيء يعني، بس لا يعني انه هذول الناس انه انا اشتغلت معهم اشتغلت عليهم، لانه انا فعلا تربطني صداقات بناس كثار. صح. طب مين اكتر فئه بتعمل عمليات تجميل بشكل عام؟ رجال السياسه، رجال الفن، رجال الاعلام، رجال الصحافه، رجال الاعمال؟ لا انا لازم اعمل لك ستاتستيك بالموضوع هذا، بس يتخيل لي اكثر من الرجال قصدي. من الرجال. لا رجال الاعمال. رجال الاعمال يليهم ليه كافون يليهم ايه؟ رجال الفنانين. صعبه اني انا اجاوب. رجال السياسه ما بيعملوش تجميل؟ بلا يعملوا. بيعملوا طبعا، ده رؤساء الدول بيعملوا. بيعملوا ما تدخلنيش ما علينا خلينا الرجال تعمل. لما هو في فرق انه انت تعمل عمليات او تعمل. طب ايه نوعيه عمليات الرجال؟ يعني انا يعني يمكن احنا اتكلمنا على الفنانين او الفنانات، لكن الصلع مشكله ممكن تهدد الصلع. اي رجل يعني الرجل لما في عنده صلع بيكون متضايق نفسيا. هذه مشكله رقم واحد. احيانا السمنه، الأثداء الكبيرة، في بعض الرجال يشكوا من أثدائهم الكبيرة بيخجلوا منها، فيلجأوا إلى عمليات شفط الأثداء لأنه هي تشفط بأجهزة خاصة، مش أجهزة خاصة بس أجهزة أنه تساعد على أنه ما يصير ترهل في الجلد. أحيانا الكثير من الرجال الأعمال يعملوا عمليات شد الجفون العليا، بيشدوا الجفون لأنه مع التركيز مع الكمبيوتر مع السهر ممكن تصير منطقة الجفن الأعلى نازلة شوي. أنا عايز أعمل فتلاقي أنه لا أنت عايز تعملي كل عمل لا بس الهام في الرجال لا شد الجفن دي أنا عايز أعملها فعلا، بس من المؤجلات، بس بالحاجات اللي أنا عارفة أنها يعني. أنت عاملة سكيدول، قلتي مثلا محتاجة أعمل لا واحد مش عارفة أنت مش عاملة سكيدول بتاريخ. لا محددة أنت عايز تعملي إيه. عارفة أنا عندي ديفوهات إيه لما هاجي أعملها؟ عارفة أنا عندي إيه ديفوهات. طب عندك إيه؟ الجفن. وإيه تاني؟ لا هو الأساس هيعمل لي كونسلتيشن. لا أنا أغار ما أرضى. طيب يعني الحقيقة أنا بتكلم بقى على الهوس بشكل عام. ليه؟ كان في حالة مثلا كنت قريت عليها في الجرايد من فترة بسيطة، واحدة ابنة رجل أعمال شهير وراحت عند وزنها كان حاجة و60 كيلو مش يعني بس مش هقول اسمها. وبعدين راحت الدكتور تجميل هنا في مصر. الدكتور ده بعد ما عملها العمليه اصيبت بتداعيات خطيره جدا صحيه، اضطرت على اثارها، حصل ثقب في المعده وسافرت بره مصر وراحت بره مصر وقعدت تتعالج بره سنه كامله. لا دي عمليات بقى اللي فيها قص المعده والمش عارفه. اللي انا عايز اعرفه الى اي مدى الهوس ممكن يؤدي الى بضرر لصحه المريض؟ ده مش دكتور تجميل. الريسك موجود في اي عمليه، هذا مش هوس، هذه مشكلة مضاعفات صارت، بس لا يعني انه هوس. الهوس انه اصل وزنها حاجة و60 كيلو دي ممكن تعمل شوية دايت تخس، مش محتاجة انها تعمل طبعًا عملية طبعًا. شفت يعني بس مش 120 كيلو مثلا او 130 كيلو. هذا مش هوس، يمكن هو قرار خاطئ يمكن من قبل الطبيب، لانه اساسا عمليات السمنة لها معيار معين انه ما بيعملوا العملية اذا ما في قياسات معينة بتتم في العياده ووزن معين يلا يعملوا العمليه. فهو هنا مش هوس، انا ما بعرف الحاله بس اللي فهمته من حضرتك انه قد يكون الاختيار او القرار خاطئ في عمل هذا النوع من العمليه. الهوس هو يعني انا دائما اسمي تعريف الهوس نزوه جسديه، انه الانسان تكون نزوه في أفكاره تكون من صنع الفكر أو من صنع العقل، فيضطر أنه لأنه في تراكمات أو مشاكل نفسية في العقل فيصير ينتقم في جسده أو في نفسه أو في إجراء عمليات كبيرة لغاية ما يصبح الجسد فخ لهذه الأفكار. إذا أنت هنا دخلت في الهوس، تلاقي وحدة عاملة منخارها شي 5 مرات عاملة منخارها مناخيرها طبعا هنا دخلت في الهوس. طبعا يعني عايزة فيها إيه؟ لانه هي كبرها ولا صغرها تطورها ولا هي بتطلعش زي ما هي عايزه فبتقعد تعيد تاني مش هتطلع زي طب يعني ايه زي ما هي عايزه؟ ما هي برضه عايزه افهم الى هل احنا وصلنا الى هذه المرحله ان احنا ممكن نقول عايز مناخير مثلا كذا وعايز لا ما انت بحضرتك تقول هوس. الهوس دائما مرتبط بحاله نفسيه، مرتبط ب
أمور كثيرة يعني أمور تراكمات نفسية للإنسان، يعتقد أنه بهذه العمليات راح يحل المشاكل النفسية اللي عنده أو المشاكل المهنية أو العاطفية حسب نوع المشكلة، فيلجأ إلى تكرار هذه النوع من العمليات على أساس أنه حيصير كويس، بس في الحقيقة هو ولا مبسوط من أي عملية. حتلاقيه حيقول لك أنا مش مبسوط من عملية الشفط، مش مبسوط من عملية المنخار، تلاقيها نفخت شفايفها بطريقة بشعة أصبحت مش حلوة، هي مو شايفة النتيجة، يعني هي مو شايفة التضخم. هذا هنا صار الإنسان دخل في هوس، هوس عمليات التجميل. بس إنه إذا تم، بس ده حصل دكتورة جيهان إنه واحدة عملت عملية المنخار خمس مرات؟ آه طبعا في كثير، عشان توصل لإيه؟ هي مش راح يعني توصل، هي جايبة لي صورة مناخ أنف من غير الصور، من غير الصور. هي تكون مش راضية، وبنشوفهم هذولا موجودين في العيادات وفي المستشفيات، ويمكن زملائي الدكاترة اللي بيتفرجوا علي بيعيدوني في هذا الكلام، بيمروا عليهم ويجي موقف الدكتور أو الجراح أنه يبطل يعمل عمليات للشخص هذا، لأنه هي مش هتكون راضية، مش رح ترضى بأي نتيجة، لأنه المشكلة مش في الشكل، هي المشكلة في الحالة النفسية اللي تمر فيها، عدم وجود تصالح، عدم وجود رضاء مع الجسد أو مع الحالة النفسية أو مع الموقف اللي هي تمر فيه، فبتصير تنتقم. يسموها يعني في مصطلح اسمه الانتقام من الجسد، انتقام من الجسد، الانتقام يعني يصير عندها مشكلة في حياتها بتنتقم من جسدها بعمل عمليات تعتقد انه هي راح توصل للي هي عايزة. طب في بعض بيتشبه ببعض الفنانات، يعني ده انا بلاحظه احيانا، تلاقي واحدة تقول انا عايزة اتشبه بفنانة معروفة هي بتحبها، فرشها في نحتة جسمها، حاجات زي كده. والكلام ده الحقيقة بيتردد في أوساط كتيرة، يعني أوساط شخصيات عادية وأنسات صغيرين كمان، مش أعمار كبيرة. إلى أي مدى ده ممكن يكون صحيح وطبيعي أو مش طبيعي؟ أكيد مش طبيعي، أكيد يلعب دور الثقافة اللي يعني دور الأهل في الموضوع. إذا كان في سن صغير طبعا أكيد الأب والأم والأهل لازم يكونوا ملمين في هذا الموضوع، يوجهونهم النصايح لأنه أبدا مش صح، ويفهموهم أنه أهم شيء في الإنسان شخصيته وروحه بس بتحصل حد بيجي لك أنا عايزة أبقى زي كذا، زي إلهام، زي هي كانت بتحصل بفترة، بس حاليا يعني تخيلي شوية بطلنا من هالموضوع، يعني لأنه صار في وعي. واحدة عملت أكثر من 20 عملية تبقى زي شبه باربي. باربي هذه قصه صارت ومش حلوه ابدا، هذا اسمه هوس حقيقي، هذا الهوس الحقيقي اكيد، يعني عايز تبقى شبه دول عروسه. لا هو لما واحد يختار فنان او البنات بالذات وعايز تكون يعني كيرفي مثل الفنانه او شيء، هذا يمكن يكون من حبها للنجمه، يعني انه هي تتابعها ومن الفانز. بس ده سهل يعني، ممكن تعملي. لا مش سهل ابدا، يعني بق الفنانه، مراخير الفنانه، مش صح، يعني صعب ومش ممكن، مش صح ومش سهل، لانه في ستراكشر معين لكل انسان، صعب تقليده بالطريقه هذه، جدا صعب. يعني لو قلت لك عايزه ابقى مارلين مونرو، انت احلى من مارلين مونرو. وبعدين انا في شيء بس انه احب يعني اوضحها، انه الاطباء الجلد او اطباء التجميل في أشياء ما يقدرون يعملوها. أنت عارف في شيء يميز أي إنسان اللي هي نظرة العين، يعني إحنا ممكن نكبر العيون ونشد العيون، بس في شيء يصير سيجنتشر لأي إنسان، إنه اللي هي الثقافة البصرية والطاقة البصرية اللي موجودة عند كل إنسان، هذه صعب الدكتور مهما كان متفوق إنه يعمل الكوبي هذا، فشيء يميزك. هي النظرة هتتغير؟ يعني أنا لما هشد الجفن دلوقتي، لا أقصد بالتقليد تغير النظرة؟ نو مش هتغيرها، بس السؤال إنه في ناس بيحبوا يتشبهوا. اللي عايزة تعمل زي إلهام شاهين. صعب إنه إحنا نشبه البشر، وبعدين في روح وفي إحساس معين يختلف من شخص إلى شخص، في كاريزما معينة تختلف من شخص إلى شخص، فالشكل أحيانا يكون خلاص منسي بعد فترة من الزمن. إحنا ممكن ننسى، مش ننسى تفاصيل بعض بالذاكرة، لا بس لا يعد الشكل يعني، وإنما الحضور أو الطاقة اللي بيتركها الإنسان في أي مكان، القبول اللي موجود عند بعض البشر أهم بكثير من الشكل. بس أهم حاجة إن اللي بيعمله ما يضروش صحيا، مظبوط؟ أكيد طبعا. في يعني تكرار العمليات بالشكل دوت ممكن إنسان ملامحه تتغير إنسانيا حتى، يعني ممكن تبقى أنت متجوزة واحد بقى شكل واحد تاني.
انا فاكر مره واحد رفع قضيه على مراته وقال انا طلقتها عشان خاطر مش دي انا اتجوزتها، كانت قضيه اظن من سنه كانت منشوره في الجرايد. هو عنده حق بصراحه، عنده حق يعني، مش دي اللي خدتها في الاول. لا يمكن العمليات مش حلوه عشان كده عنده حق، يمكن العمليات لو حلوه غير رايه. لو بقت احلى طبعا مش هيقول مش هي دي اللي انا اتجوزتها يعني. اكيد اكيد. هنطلع لفاصل نرجع نواصل حوارنا وكلامنا عن الفن والجمال مع الدكتورة جيهان عبد القادر والفنانة إلهام شاهين. القادر الأستاذة في الأمراض الجلدية والليزر وخبيرة التجميل، والفنانة الكبيرة إلهام شاهين، والاثنين أصدقاء، والاثنين كل واحدة عندهم يعني علاقة مشتركة وحاجات كومن كتيرة جدا بينكم انتوا الاثنين، وأكيد في وجهات نظر مختلفة بينكم. يعني إيه تختلفوا في إيه؟ يعني تتفقوا في الجمال، تتفقوا في الفن، تختلفوا في إيه؟ مش معاكي أبدا في حاجة. مش فاكرة. في الاكل مثلا، هل انت ليكي تصور لمنظومه الاكل غير الهام مثلا؟ الهام بتعك في الاكل. مين؟ انا بعك في الاكل. دكتوره جيهان تاكل اكل مظبوط صحي، تخاف تتخن وكده. انا عشوائيه يعني، اكل اللي يعجبني. لا بس لما تتخذ قرار وتعمل رجيم تعمل شيء انا ما اقدر اعمله، يعني ممكن تعمل تقعد اسبوع صح؟ تعملي الرجيم الخاص مية اللي على مية. على مية. انا ممكن يبقى قرار انتحاري. لا دكتور عمر انا اختلف معها في هالموضوع. ليش على مية بس؟ نيف ني يعني ولا ايه؟ نو مية بس، تشرب مية بس. برجيم؟ الانسان ممكن يعيش من غير اكل خالص. يعني تفطري كوباية مية وتتغدي كوبايتين مية وتتعشي ايه؟ طول النهار بشرب في مية وممنوع اكل خالص، باخد الصبح معلقة عسل بس. في رجيم ده اتعلمته في المانيا، في مكان اسمه بوخينجر رحته، علموني الحكايه دي هناك، واقدر اقعد فترات طويله على كده على الميه بس. وبعد كام يوم هي المعده خلاص بتتعود وبتقفل والواحد ما يجوعش، واول ثلاث ايام صعبين، بعد اليوم الثالث خلاص. البروتين والنشويات انا ضد هذا البروجرام ولا حاجه. انا بختلف مع فيتامينز ومينرالز وحاجات زي كده كانوا بيدوني الحقيقه، يعني في فيتامينات بتتاخد قرصين الصبح وقرصين الظهر وقرصين بالليل، فخلاص الجسم خد حاجته كفايته عشان اقدر اعمل رياضه ويبقى عندي طاقه وامشي كتير وكده. لكن كنا بنعيش من غير اكل خالص، هي معلقه عسل في اليوم. دكتوره انت طلعتي في بيت في الوالد اديب كبير وكاتب كبير، وانت كمان كان عندك ميول صحفيه مظبوط؟ صحيح. ايه ما كملتيش في الصحافه ليه؟ كنت احب كثير، كنت متاثره في الوالد وكنت دائما ولا زلت اليوم ادخل مكتبته. بابا عنده مكتبه ادبيه رائعه فيها الاف الكتب، وكان دائما بيتنا عامر بالكتاب ومن مشاهير الأدباء في العالم العربي، فتأثرت في الوالد كثير وكنت أحب أكتب ولا زلت أقرأ له وأكتب لليوم. بس ماما كانت تحب أني أنا يكون الدايركشن علمي، وأنا كان عندي هالقابلية، ف لا ما يعني يمكن هم شجعوني على أن يكون اتجاهي علمي. بابا وماما هم اللي شجعوني على هذا الشيء، والحمد لله بدعائهم توفيق من رب العالمين. يعني عارف المجال الأدبي أو حتى الفني لو ربطت في أي مهنة في الكون ممكن تطلع بشيء جميل، لأنه الثقافة والأدب هذا ممكن يكون جزء من حياة أي إنسان، مش لازم يكون صحفي أو أدب أو أديب، بس إذا كان جزء من حياته يكون غني معلومات قراءة. أهم شيء في الإنسان أن يكون متطلع سواء الكترونيا او الهارد كور. يعني بابا من النوع اللي بيعشق مسكه الكتاب، يعني لا يؤمن بالجيل اللي ماشي على النت والكمبيوتر والمعلومات، في رايه انه الكتاب اثمن شيء والقلم اثمن. انا ما اعرفش اقرا الا من كتاب، لما يبعتوا لي سيناريو يقولوا لي هتشوفيه بقى على الانترنت ما اعرفش، وابقى متضايقه ومتعصبه وانا قاعده ربع يوم في الاخر اقول لهم اتبعوه لي واديني ورق في ايدي، لازم امسك الورق، في علاقه كده بين ايدي وبين الورق. زي الجورنال، الواحد يحط الجورنال تحت باطه الاتوبيس ويقعد يقرا الهارد كوبي. يعني رغم ان الناس تقول لك خلاص الهارد كوبي راحت عليها وان الانترنت لكن لسه برضه الجورنال المطبوع لسه ليه قيمته حتى طبعا له قيمه. والكتاب انك تمسك كتاب في ايدك تقراه ليه قيمته طبعا. صحيح طبعا. الجديد ايه بقى في مجال التجميل ايه الفتره الجايه؟ يعني انت انا عارف انت بتروحي مؤتمرات كتيره وبتسافري بره كتير في الكثير. يعني احدث حاجه ايه غير نيفرتيتي وغير نيفرتيتي؟ مش احدث شيء طبعا. ايه احدث حاجه بقى؟ والله انا لسه من اسبوع في دبي
عملنا شيء جميل جدا، هو خلايا جذعية بس غير البلازما اللي تكلمنا عنها، هو سحب فات، كمية دهون من تسحب من البطن أو مكان معين في الجسم وتبعث إلى مختبر معين، يظل عندهم بحدود من 6 أسابيع إلى شهرين، هو بنك للخلايا الجذعية. يعني ممكن تستخلص الخلايا الجذعية من الدهون الذاتية للإنسان وتفرز عندهم بالبنك الخلايا الجذعية هذه، ممكن أنه تعالج الندبات، ممكن تعالج الحروق القديمة، في نفس الوقت ممكن تخزن عندهم في حالات أنه بعد فترة من الزمن الإنسان صار عنده ترهل أو خطوط في الوجه، فتستخدم كإبر محفزة للخلايا بالعمر اللي انسحب منه الدم. يعني لو انسحب في 40 أو طبعا لو أصغر واحد في 30 يظل عمر الخلايا الجذعية بالعمر اللي انسحب من عندها الإنسان. وممكن يصنع كريم أو مستحضر من نفس الخلايا الجذعية اللي كانت مستأصلة من الدهون الذاتية. هذه من الأشياء الحديثة، بس لا يعني، أنا دائما أكرر، لا يعني الأشياء الحديثة هي الأشياء الأحسن. أحيانا الأشياء الكلاسيكية تنفع المشكلة، يعني قراءة المشكلة من الطبيب أهم من العلاج أنا في نظري. يعني صعب أنه دكتورة شو هو أحسن شيء لي، أحسن شيء الحاجة اللي تساعد المشكلة. يعني أيهما أفضل دكتورة، أن الواحد يعمل دايت ولا أنه حضرتك تعملي عملية شفط دهون أو نحت عشان خاطر الجسم؟ لا، أنا أفضل الدايت في البداية أنه ينزل الوزن، لأنه أنت تشفط الدهون، تشفط لو شفط من منطقة البطن مثلا، طب حتعمل إيش في الأكتاف أو في الظهر أو في الإيد مثلا بالأذرع؟ فيستحسن أنه ينزل الوزن أساسا، دخول معايير دخول غرفة العمليات لوزن معين من عشان صحة الإنسان. يعني أقل من وزن كام ما تعمليش عملية تلبيس معدة أو شفط دهون أو غيره؟ صعب أنك تحدد، لأنه تحسب الطول، تحسب الحالة الصحية، تحسب صعب أنه وزن معين. يعني الأوزان الكثيرة أكيد ما بيعملوا لها، وأساسا النتيجة مش حلوة تكون. أنا أعتقد مش للتخسيس بالضبط، يعني مش للتخسيس المظبوط انه تعمل ان الواحد يخس مظبوط، ولو عنده ديفوهات في جسمه تتصلح بشفط الدهون، عشان كده هي عمليه تجميل. يعني في واحده مثلا خست، لكن هي مثلا تركيبه جسمها غير النحت، انها مثلا حته واحده، هي حاجه واحده، هي حاجه واحده. النحت بتنحت، النحت بتنحت، يعني حتى بس بقول لك على النحت، لو دخلت في تفاصيله، في رجال بينحتوا السكس باك مثلا، بيروح عند بيعملوا الفيزر سيكس باك، جهاز اسمه فيزر لايبوسكشن، بينحت العضلات، بيطلع البايسبس والترايسبس في ايده، وبينحت العضلات السته اللي موجوده في البطن، هو يكون ضعيف ما في شيء، يعني مش رجل كبير القامه وعنده دهون، بس مو قادر يطلع العضلات بالرياضه، فيلجأ الى هذا النوع من العمليات اللي هي يكون دقيق جدا بين العضلات، فبيفصل بينحت العضلات بطريقة إنها تكون، بيعملوها الرجال كثير، تكون بارزة. هذه عملية شائعة كثير. عايز أقول لكم في تليفونات كثير جات لكم على فكرة من أصدقائكم. الإعلامية بوسي شلبي دخلت من شوية يعني بتسلم عليك وتقولك الحمد لله على السلامة ومنورة مصر وسعيدة بيك. طب ما دخلتهم وبترحب لسه حالا بلغيني دلوقتي، بس عشان احنا وقتنا يمكن انتهى. وفي اخرين برضو بيتكلموا، بعض الفنانين يتكلموا، مش هقول اسماء كتير عشان هم ناس كتير بيرحبوا بيكي. انت بجد نورتونا النهارده، وانا سعيد بهذه العلاقه الصداقه بين الفن والجمال بجد. يعني وعايز اقول كمان للساده المشاهدين ان الدكتوره جيهان يعني بلغتني ان هي متبرعه باجراء يعني جراحه تجميل للحالات اللي هتخش من مشاهدي البرنامج على صفحتنا على الفيسبوك، وهي هتشوف الحالات وهتختار منهم حاله هتاخدها دبي عندها في المركز اللي هي بترأسه هناك في دبي، عشان تقوم بعلاج هذه الحالات الحاله بالمجان دون اي مقابل. انا بشكرك جدا طبعا، وده يعني شيء جميل جدا منك، لان انا واثق ان في حالات عندنا عايزين يتجوزوا عندهم بعض المشاكل، وانا اظن التجميل في الاماكن دي مطلوب اظن، ولا ايه؟ صح، بس اكيد دراسه الحاله وانه نعرضها على الجراحين اللي عندنا في المستشفى.